السلام عليكم، مساكم الخير، حياكم الله. بشكل سريع، يعني عندنا اللي هو اللحية المزيفة، اللحية أعطونيكم يا الحين علشان تاخذونها. هي كانت في أحد الباسات أعتقد، إلا في أحد الباسات نزلوها بشكل مجاني الشهر هذا. بيش بس تسوون يكون عندكم الماتيريالز، المواد حقت الكريبس. شوفوا اول واحده هي الماتيريالز اللي صنعها كريبس، يحولها الى بعدين هنا اللي يحولها الى بضاعه كود. تسوون لازم يكون الماتيريالز عندكم في الابد، بس صيدوا باي شيء، صيدوا حيوانات الجندريه، روحوا الحاريه تاخذوا من عندها حيوانات، صيدوا حيوانات الجندريه، وبعدين الحيوانات حتى العاديه ذي عليها يعني دبل، فاذا حطيتوا حيوان يعني يرتفع الماتيريالز عندكم. المهم الزبده، خلوا الماتيريالز اللي شفتوها قبل شوي خلوها فل. اول ما تطلع فل يجيكم المكافاه اللي هي هذه، اللي هي الدقن المزيف او اللحيه المزيفه. هذه شوفوا تلقونها في قسم الباندانا هنا، شوفوا هنا الباندانز زي كذا. هذه اسمها فيك اعتقد كذا، فيك بس هنا الفن الثانية، فيك برد، مدري برد زي كذا. المهم هذه باختصار شديد، يعني ما ابغى اطول الفيديو، يكون عندكم الماتيريالز فل. نرجع ثاني مرة عشان تحسون زين. هذا الماتيريالز اول واحد، يعني صيدوا حيوانات ودوها، او صيدوا كذا ليجندري، روحوا الهاريت وصيدوا ليجندري اثنين مثلا، زي شو اسمه عندكم هذا اللي يزيد الماتيريالز اللي هو البانثر. البانثر اعتقد في حيوان ثاني ضيعت اسمه. المهم حتى الغزلان العاديه اذا حطيتوها تزيد معكم، اللي عليها دبل فيزيد عندكم. وبس، يعطيكم الف عافيه وفي امان الله.